أخطر نقطة في بقاع الأرض اللي كانت إنه شهدت سوريا هي كانت المشافي. خسرنا كتير. إحنا دورنا إنه نوقف مع الناس، نساعد الناس، نعالج الناس. طبعاً نحن هلأ بلشت مرحلة الانتشار مرض الكورونا كوفيد 19. معدل الإصابات اليومية عم بيتضاعف بشكل يومي وبشكل متوالي. طبعاً رح يعمل ضغط كتير كبير على المشافي وعلى الكادر الطبي في المستشفى. على سبيل المثال عدد أسرة العناية لا يتجاوز 205 أسرة. عدد الأطباء اللي مختصين في العناية المشددة يمكن ينعدوا على الأصابع. فنحن صراحة بحاجة إلى عدد أسرة عناية أكثر، لازمنا عدد أجهزة تنفس اصطناعي أكثر. من فترة قريبة كانت في عنا مريضة صبية حامل بتوأم صارت عندها مشكلة قلبية، زوجها لا يملك حق فلاكوناسي دامور. منظمة الإسلام الكريف الله يزيهم الخير، هن طوال هذه السنوات توقفوا معنا. مثل ما شايفين هالأجهزة العناية اللي عم بتساعد المرضى عم بتخفف كتير من مصاريف على المرضى قدمونه، وأسسوا مركز غسيل للكلية معنا، بالإضافة إلى الأجهزة الحيوية من العمليات من الأدوية.